نبلش بوحده جديده تشابتر 26 كاباسيتورز اند داي الكتريكس. كاباسيتورز اللي هي المواسعات او المكثفات، والداي الكتريكس هي المواد العازله راح نستخدمها عشان نحطها داخل المواسعات. ايش تعريف المواسع بالبدايه؟ حدا بيعرف؟ مصب في بطارية يكون في صفيحتين متوازيتين بين جهاز المادة عازلة تخزين الطاقة. الكباستر عبارة عن موصلين بيناتهم فراغ أو مادة عازل. الكباستر عبارة عن two conductors by كباستر عبارة عن two conductors separated by vacuum or insulator. عبارة عن موصلين بيناتهم، الوسط اللي بيناتهم عبارة عن فراغ أو مادة عازل. بهالبساطة هذا هو تعريف المواسع. لشو بيستخدم المواسع؟ عشان يخزنوا شحنات ويخزنوا طاقة. يعني دكتور سؤال، تفضل. داخل معنا أشكال المواسع ولا بس اللي هو الصفيحتين وبينات المادة عازلة؟ لا، كل شيء داخل، راح أعطيكم إياه كليته إن شاء الله. تخيلوا في عندنا هذا موصل وهذا موصل، يعني لو واحد مسك علبتين بيبسي هو عبارة عن مواسع بهالبساطة. تخيل مسكت علبتين بيبسي بإيديك، هو عبارة عن إيش؟ عن مواسع. المواسع بالعادي بيشحنوه صفيحة شحنتها موجبة والثاني بيشحنوها شحن السالبة. ليش بيشحنوهم بالطريقة هاي؟ بحيث لما توصل سلك بيناتهم يمشي تيار كهربائي فتستفيد من الطاقة هاي، تستفيد من الشحنات المخزونة. يعني ولا من حيث المبدأ ممكن تشحن الثنتين بنفس الشحنة. ممكن أجي أقول بدي أشحن هاي موجبة وهاي موجبة، بس لما توصل سلك ما بتستفيد بالحالة هاي. فبالعادة لما يشحن الموسع كيف بيشحنوه؟ بيشحنوه صفيحة موجبة والثانية صفيحة إيش؟ سالبة. شو آلية الشحن تاعت المواسع؟ بوصلهم ايش؟ ببطاريه. بتجيب بطاريه بتوصل قطب، بكل قطب ايش؟ بصفيحه. القطب الموجب بشحن لك هاي شحنات موجبه، هذا شحن لك اياها شحنات سالبه. فهي الطريقه اللي بنشحن فيها المواسعات. تمام. الان رسمه جديده احسن. هاي عندنا البطاريه قلنا بنستخدمها عشان نشحن المواسعات. هذا الموصل الاول وهذا الموصل الثاني. هذا القطب الموجب تاع البطارية، فراح تنشحن شحنات موجبة. ليش راح تنشحن شحنات موجبة؟ لأنه هاي بتكون بالبداية متعادلة. هذا موصل فيه بيحتوي على إلكترونات حرة، راح الإلكترونات تنجذب نحو القطب الموجب للبطارية. قلنا البطارية إيش هي؟ عبارة عن إيش؟ البطارية فيها طاقة كيميائية بتفصل الشحنات الموجبة لحال والسالبة لحال، فبالتالي بتولد فرق جهد للبطارية. يعني البطارية شو بتعمل؟ بتفصل الشحنات الموجب لحال والسالب لحال. فالبطارية لها قطبين، قطب موجب وقطب ايش؟ سالب. فهذا القطب الموجب للبطارية راح يجذب الالكترونات لهنا، فبالتالي راح تترك وراها ايش؟ شحنات موجبة، وهي الشحنات الموجبة راح تجذب شحنات سالبة للقطب السالب للبطارية، راح يجمع عندنا هون ايش؟ شحنات سالبة، فراح يجمع عليها موجب كيو، هاي راح يجمع عليها السالب كيو. خطوط المجرى راح تكون طالعة من الشحن من الصفيحة الموجبة لعند الصفيحة السالبة، هاي اتجاه خطوط المجرى. أيهما جهده أعلى؟ الموجب ولا السالب؟ دائما الصفيحه الموجب جهدها اعلى. ليش؟ لانه لما تمشي من عند الموجب لعند السالب بتكون مشيت عكس خطوط المجال، بتكون ايش مالك؟ مشيت عكس خطوط المجال الكهربائي، فبالتالي دائما جهد هاي الصفيحه اعلى من جهد هذا. كويس؟ حد عنده سؤال لحد الان؟ مجالي بينهم منتظم؟ لا لا، حسب شكل المواسع، مش شرط منتظم، حسب الشكل الهندسي لهم. كويس؟ طيب الان هون بضل يتجمع عندنا الشحنات لحد ما يصير فرق الجهد، فرق الجهد ما بين الصفيحه الموجبه والسالبه نفسه فرق الجهد حول البطاريه. اذا كان هاي دلتا في راح يصير عندنا هون دلتا في، فرق الجهد ما بين الصفيحه الموجبه ما بين الصفيحه السالبه. كويس؟ لان لقوا بالتجربه، العلماء لقوا بالتجربه انه كميه الشحنات المخزونه بتتناسب بشكل طردي مع فرق الجهد. يعني اذا واحد جاب بطاريه 6 فولت بخزن كمية شحنات، إذا بتجيب 12 فولت بتضاعف الكمية، وهكذا. كل ما بزيد فرق الجهد اللي بتشحن من خلاله كل ما ازداد إيش؟ كمية الشحنات المخزونة. لقوا هاي علاقة طردية. تمام؟ ثابت التناسب ما بين الكيو والدلتا في سموه سي، فهاي كيو بتساوي سي في دلتا في.
تطلع على العلاقة هاي، كل ما ازداد السي كل ما ازدادت كمية الشحنات المخزونة، ثبتنا فرق جهد البطارية، كل ما بيزيد السي كل ما بيزيد كمية الشحنات المخزونة، صح؟ لذلك السي لها علاقة إيش؟ بسعة المواسع لتخزين الشحن أو بقدرة المواسع على تخزين الشحنات. فأعطوا السي إيش؟ اسم المواسع الكاباسيتنس، فهذا ثابت ومجرد ثابت تناسب، شو سموه؟ الكاباسيتنس. هاي السي شو رح نسميها الآن؟ كاباسيتنس. المواسعة سي هي الكاباسيتنس، كويس؟ ايش الوحدة تاعت المواسعة؟ تطلع على القانون هذا اللي عندي هنا، سي بتساوي كيو على دلتا في، كيو على دلتا في، كيو عبارة عن ايش؟ كولوم على فول. هاي الوحدة شو بسموها؟ فراد. فراد، كويس؟ والفراد وحدة كبيرة. كمان شو راح اعطيكم مثال اورجيكم ان شاء الله انه عشان تحصل على واحد فراد بدك مواسع ضخم جدا، مساحته هائله جدا جدا، لذلك العلماء بيستخدموا وحدات اصغر من الفراد، اجزاء من الفراد وغيره. ايوه، فراح نستخدم الواحد ملي فراد والمايكرو فراد والنانو فراد والبيكو فراد. هاي 10 قوة سالب 3، المايكرو 10 قوة سالب 6، والنانو 10 قوة سالب 9، والبيكو 10 قوة سالب 12. واضح؟ طبعا قلنا احنا في عندنا صفيحة موجبة، في عندنا هون ايش؟ صفيحة سالبة. خطوط المجال هيك بكون اتجاهها، من الصفيحة الموجبة لعند الصفيحة السالبة. فجهد هاي بكون هو العالي وجهد هاي هو المنخفض. الصفيحة الموجب جهدها عالي وهي جهدها المنخفض. لو ما يعرفوا المواسع هيك بيعرفوها، سي بيعرفوها موجب كيو. شو يعني موجب كيو؟ الشحنات اللي هون او اللي هون كمقدار قد بعض عكس بعض، هاي قد هاي، كويس؟ تقسيم دلتا في، شو دلتا في باخذه؟ جهد الصفيحه الموجبه ناقص جهد الصفيحه السالبه، عشان يطلع معك الجواب هذا ايش ماله موجب، يعني موجب على موجب. المواسعه دائما وابدا ايش ماله كميه موجبه. او اذا وانت تحسب بالمواسعه خربطت بحساب فرق الجهد، تقدر تقول بكل بساطه سي عباره عن كيو على دلتا في، حط القيمه المطلقه اذا خربطت، لازم المواسعه بالاخير تطلع معك ايش؟ كميه موجبه. فبنحط الشحنه الموجبه على فرق الجهد الموجب اللي هو في بي ناقص في اي. تمام؟ حد عنده سؤال لحد الان؟ اول نوع راح نتعرف عليه من المواسعات مالوف لكم خطوب المدارس بنسميه البارالل بليت كاباستر، المواسع ضد الصفائح المتوازيه. البارالل بليت كاباستر المواسع ضد الصفائح المتوازيه، من اسمه عباره عن صفيحتين متوازيات، هاي مساحتها ايه وهي صفيحه ثانيه، المسافه الفاصله بيناتهم عباره عن دي، المسافه الفاصله ما بين المواسعين عباره عن دي، صفيحتين مصنوعات من مواد طبعا موصله، كويس؟ شو الهدف من الدرس هذا؟ اني احسب المواسع الكاباسيتنس، كويس؟ لازم احسب المواسعه. المواسعه تعطى بالعلاقه كيو على دلتا في. المواسع زي ما راح نشوف كمان شوية بتعتمد بس على الشكل الهندسي للمواسع، يعني المواسع له نفس السعة سواء شحنته أو ما شحنتهوش، يعني زي خزان المي، هسا خزان المي سواء كان فاضي ولا مليان له نفس السعة، له نفس السعة، كويس؟ نفس الشيء المواسعة بيعتمد على الشكل الهندسي سواء شحنه أو ما شحنهوش له مواسعة ومواسعته بتكون ثابتة، تمام؟ يعني إذا كان عندك خزان مي شكله عشوائي بالشكل هذا، مثلا هذا خزان مية شكله عشوائي، قلت لك قديش السعة تعيت الخزان هذا، صعب تحسبه لأنه شكله مش منتظم، الحجم بتاعه مش منتظم، لا هو مربع ولا هو مستطيل ولا إيش، كويس؟ فأفضل طريقة تحسب السعة تعيت الخزان هذا اتعبيه مية وشوف كم متر مربع احتاج تتعبى مية، فهي بتكون السعة تعيت الخزان. هون نفس الطريقة نستخدم نفس الترك بالمواسعات، عشان أحزر المواسعة تعيت المواسع هذا بحاول أشحنه وبقسم الكيو على الدلتا بي. فبتخيلوا هذا ايش ماله، يعني مش شرط اشحنه من ناحيه عمليه، من ناحيه نظريه بتخيل هذا موصول ببطاريه بالطريقه هاي، فراح تنشحن شحنات موجبه، القطب الموجب هاي راح تنشحن شحنات سالبه، راح يتولد بيناتهم ايش ماله؟ فرق جهد. واضح؟ نفرض وصلنا المواسع بالبطاريه وشحناه وخلصنا، راح نحصل هنا على موجب كيو، راح احصل هنا على سالب كيو، راح احصل على الرسمه الاتيه، هاي الصفيحة الأولى على الشحنات الموجبة، وهي الرسم الثانية الصفيحة الثانية عليها الشحنات السلبية، هاي موجب كيو
وهاي السالب كيو. خطوط المجال بيناتهم بهذا الاتجاه راح تكون. هاي اتجاه خطوط المجال الكهربائي. كويس؟ عشان احسب المواسعة بقول سي بتساوي كيو على دلتا في. لازم احسب ايش؟ فرق الجهد دلتا في ما بين الصفيحتين واقسم كيو على دلتا في عشان احصل على المواسعة. لما نحسب ايش؟ دلتا في فرق الجهد. لو بتطلعوا على المجال ما بين الصفيحتين، هو الصفيحتين متوازيات، المجال بيناتهم ايش بكون؟ منتظم يعني بكون منتظم ممتازين. فبقدر استخدم القانون هذا، فبقول بكل بساطة دلتا في سالب اي في دي في كوساين الثيتا. كويس؟ لان احنا قلنا لما نحسب فرق الجهد ناخذ ايش فرق الجهد؟ من الجهد العالي ناقص الجهد الواطي عشان يطلع معانا الجواب موجب. فبدي اختار هاي النقطه بدي اسميها A مثلا، وهاي النقطه B. فكان بدي اشيل شحنه الاختبار بدي امشيها من عند ال A لعند ال B، فراح تكون الزاويه ما بين ال D هاي اسمها ال D وخطوط المجال قديش راح تكون؟ 180 درجة. راح تكون الزاوية 180 درجة، فبطلع فرق الجهد بالحالة هاي دلتا في زائد اي في دي. هاي حسبنا فرق الجهد، خلصنا من هاي. طيب لأن نجي بالنسبة للمجال، المجال اللي بين الصفيحتين، إذا كان عندك صفيحة واحدة كبيرة ما لا نهاية، أخذنا زمان بالدرس تاع قانون جاوس إنه المجال هون عبارة عن إيش؟ سيجما على 2 إبسلون زيرو، هذا أخذناه زمان من قانون جاوس. إذا كان عندنا صفيحة واحدة، إذا أخذنا صفيحتين مع بعض واحدة موجبة وواحدة سالبة، هاي الصفيحة عليها موجب سيجما وهاي الصفيحة عليها سالب سيجما، فهون المجال بالنص بيناتهم هاي لليمين بكون وهذا اتجاهه لليمين، فقديش المجال بكون بيناتهم؟ خلناها زمان، فالمجال بالداخل بكون سيجما على إبسلون زيرو، متذكرينه هذا؟ هذا أخذناه، هذا مجال منتظم بكون ما بين صفيحتين موجب وسالب قد بعض وعكس بعض. فمنه بستنتج هنا أنه دلتا في كله عبارة عن سيجما في دي على إبسلون زيرو. لأن بالنسبة للسيجما سهلة، سيجما كثافة الشحنات اللي هي كيو على إيه؟ كيو كمية الشحنات اللي هون تقسيم المساحة اللي هون، هالبساطة كمية الشحنات على مساحة الصفيحة، هذه هي السيجما. كويس؟ فبتعوض كل إشي بالدلتا في وطلع فرق الجهد، أسف وطلع المواسعة، فبقول هنا تساوي كيو خلوها زي ما هي تقسيم محل الدلتا في، بدأ استخدم القانون هذا سيجما عبارة عن كيو في دي تقسيم A إبسلون زيرو. هسا هاي بالمقام، المقام راح تطلع لوين؟ للبسط، والكيو بتختصر مع الكيو صح؟ فمن نستنتج هون المواسعة راح تطلع معنا النهائية سي بتساوي إبسلون زيرو في A تقسيم دي، هذا الجواب النهائي. واضح؟ هذا المواسعة تاعت المواسعة للصفائح المتوازية على إيش بتعتمد؟ على مساحة الصفيحة وعلى المسافة ما بين الصفيحتين، على مساحة كل صفيحة هاي مساحتها وهي مساحتها والمسافة الفاصلة بيناتهم، وهذا إبسلون زيرو الوسط بيناتهم اللي هو عبارة عن فرق، بيعتمد إيش؟ على الوسط الفاصل بيناتهم اللي هو عبارة عن فرق، فكل بعض عبارة عن إيش؟ بيعتمد على الشكل الهندسي للمواسع، زي ما قلنا لكم، المواسع بتعتمد بس على الشكل الهندسي للمواسع، تمام؟ هذا القانون مش غلط تحفظوه، بس لما تحفظوه تذكروا هذا صحيح بس لإيش؟ للبارلل بليت كاباسيتر. دكتور مطلوب كيف طلعنا القانون؟ دكتور سهل كثير كيف طلعناه، يعني حرام ما تعرفش كيف طلعناه بهالبساطه. هاي حسبت فرق الجهد وكيو قسمته مع بعض بس. حدا عنده سؤال تفضلوا. هسه يعني انت بتقول المواسعه ما تتغيرش الا تغيرت الابعاد الهندسيه، يعني او غيرت او غيرت الوسط، اذا بتغير الوسط حطيت ماده عازله مثلا بالداخل او غيرت الابعاد الهندسيه بتغير المواسعه صح؟ يعني اذا غيرنا الشحنه لا ما بتغير. انا شو قلت لكم قبل شويه؟ لو ما شحنتش المواسعه او شحنت هاي موجب وهاي موجبه اثنتين موجبات او حطيت نص كيو نص كيو شو ما تعمل بتضل المواسعه نفس الجواب هي هي، زي خزان مي، زي خزان المي سواء عبيته لنصه ولا عبيته فل تتغير سعه الخزان؟ لا نفس السعه صح؟ هاي نفس المبدا بتضلها نفس السعه. طيب
الدرس البعدية المواسع الكروي. يوسف تعطينا عليه مثال دكتور؟ ايش؟ كيف كاش تعطينا على الموازي هذا؟ هذا القانون النهائي، هذا راح تستخدمه مباشر يعني بالعادة. راح اعطيكم امثله بعدين بنهايه الوحده ان شاء الله، بس طولوا بالكم تنخلص الاشكال الثانيه. هذا اسمه ذي سفيريكال كاباسيتر المواسع الكروي. هذا من اسمه عباره عن ايش؟ كرتين جوات بعض. هاي كره وهاي كره، طبعا ثنتين مصنوعات من مواد ايش؟ من مواد موصل. عشان تحصل على مواسع لازمك موصلات. هاي لو خذنا نصف قطرها عبارة عن إيه، وهاي نصف قطرها بدي أسميه بيه. كويس، نفس الترك عشان أحسب المواسع بدي أشحن المواسع. فلو شحنا الصفيحة الداخلية بشحنات موجبة والخارجية بشحنات سالبة، خطوط المجال هيك يكون اتجاهها، هاي اتجاه خطوط المجال. في عندنا هنا موجب كيو وفي عندنا هنا إيش؟ سالب كيو. عشان نحسب المواسعة كله بيعتمد على انك تقول سي بتساوي كيو على دلتا في. لازمك تتعرف على ايش؟ على الدلتا في، على فرق الجهد ما بيناتهم. كيف بدي احسب فرق الجهد؟ من تعريف فرق الجهد. التعريف الرئيسي لفرق الجهد دلتا في بتساوي سالب تكامل اي دوت دي اس. هذا التعريف الرئيسي تاع فرق الجهد. عشان تستخدم التعريف تاع فرق الجهد لازم اعرف قديش المجال. المجال انا بدي انتقل مثلا من عند الصفيحه الصغيره هاي للصفيحه الكبيره، بدي انتقل من عند الـ A لعند الـ B. كويس، فقديش المجال بالمنطقه هاي؟ تخيل حالك انت هنا واقف، هذا انت، تطلع على الكره الجوانيه، شو بشوف الكره الجوانيه؟ نقطه. ايوه نقطه. كيف مجال النقطه؟ كيب دي كيو على ار تربيع، كيو على ار تربيع بس. هذا هي كي كيو على ار تربيع، هذا هو المجال تاعك كي كيو على ار تربيع. تمام، الان المسافات هاي بنسميها، قلنا نعملها بالاسود، المسافه من هون لهم بشكل عام هاي بنسميها ار، صح؟ فهاي عباره عن ايش؟ دي ار اللي هي نفسها دي اس. واضح، دي اس صدفه نفسها دي ار، هون دي اس نفسها دي ار، فبدي اكامل اي على دي ار، بدي اكامل اي على دي ار. كويس، فنمسح هون ونكتب دلتا في تساوي سالب تكامل ك كيو على ار تربيع، وهنا دي هون في شرط السالب، انتبهوا لك. كويس، الان بالنسبه للزاويه هاي وين اتجاه الدي ار؟ اتجاه الدي ار بشكل عام هيك اتجاهها، نعملها بخط اسود، هذا اتجاه الدي ار، هذا اتجاه الدي ار. سواء انتقلت من عند الـ A لعند الـ B او من عند الـ B لعند الـ A، الدي ار لها نفس الاتجاه. ليش؟ اوضح لكم اياها، طلعوا هاي نقطة اوضح لكم اياها. تخيلوا هذا محور الستينات. كويس، اذا بقول لك دلتا اكس، اكس عبارة عن فاينل ناقص اكس انيشال، هل هاي الكمية موجبة ولا سالبة؟ شو رايكم؟ تختلف دكتور، مرات موجبة مرات سالبة. أيوة، حسب وين الانيشال وين الفاينل، صح؟ مين أكبر من الزوم؟ أيوة، ممتازين ممتازين جدا. فهون بقول الـ dx كمتجه اكتبوها بالعادة dx i hat. لما تكتبها بالصيغة هاي مش انك يعني معناها هاي موجبة، هاي ما معناها موجبة، انتبهوا، هاي حسب أيها أكبر، الـ x النهائي ولا الـ x الابتدائي، شو اللي بيحدد هاي أيها أكبر؟ حدود التكامل. لما تكامل، لما تكامل من عند اكس انيشال لعند اكس فاينل، هاي اللي بتحكمك. وصلت؟ يعني دائما تكتب الدي اكس دي اكس اي هات بالطريقه هاي، وهاي اللي بتحكمك الانيشال والفاينل، ايهما اكبر الانيشال والفاينل. فممكن تكون موجبه ممكن تكون سالبه، فبشكل عام نكتبها بالطريقه هاي دي اكس اي هات. وصلت؟ والموجب والسالب شو بيحدده؟ الليمتس تاعت الانتجريشن، حدود التكامل. يعني هاي ممكن تكون موجبه ممكن تكون سالبه. وصلت؟ هي نفسها هاي، يعني كيف بكتبها؟ اذا بدي اكمل بس هي لحالها، عندك دي اكس اي هات من الصفر للخمسه، فحتعوض ايش؟ يطلع الجواب خمسه. لو كملت من الخمسه للصفر شو بطلع الجواب؟ سالب خمسه.
وصلت؟ فدائما نكتبها دي اكس اي هات، هون مش قصدي انها هي موجبه، لا اللي بيحددها الحدود تاعت التكامل. فنرجع للصفحه الرئيسيه تاعتنا اللي هي هون، كويس؟ فهي الدي ار قلنا بشكل عام نكتبها ايش؟ بالاتجاه هذا، هذا الاتجاه الموجب راح تكون مع اتجاه المجال، فالزاويه بيناتهم ايش؟ صفر. هي اتجاه الدي ار نفس اتجاه المجال، فهون الزاويه صفر، كوساين الصفر واحد، فاختفت الدوت برودكت. فبدي اكمل، اذا بدي اكمل مثلا من عند الاي لعند البي، الكيك وبطلع حدا برا بصفي تكامل دي ار على ار تربيع. شو تكامل واحد على سين تربيع؟ سالب واحد على سين، وفي سالب، فبصفي زائد واحد على ار، وهون كيك يو من عند الاي لعند البي، صح؟ فدلتا في بصفي عندي كيك يو واحد على بي ناقص واحد على اي، واحد المقامات بصفي دلتا في بتساوي ايش؟ كيك كيو A ناقص B على A في B. هذا فرق الجهد، هذا فرق الجهد. أي أكبر برسمتنا A ولا B؟ إحنا برسمة تاعتنا ال B أكبر، فبطلع إيش؟ بطلع فرق الجهد سالب، صح؟ هل فرق الجهد سالب منطقي ولا مش منطقي بالنسبة لنا؟ ارجع على الرسمة اللي هون، ما رسمتنا هاي، طلع فرق الجهد سالب. انا مشيت من عند الاي لعند البي، هاي الاي وهاي البي، يعني بكون مشيت مع ايش؟ مع خطوط المجال. لما تمشي مع خطوط المجال الجهد بيزيد ولا بيخس؟ بيقل. بيقل، فايش طبيعي يطلع معك الجواب سالب؟ ايش طبيعي يطلع معك الجواب سالب؟ وصلت؟ الاصل عشان يطلع معي الجواب موجب شو لازم عملت انا؟ كملت من عند البي للايه، ممتاز، لازم اكمل من عند البي لعند الايه، فالجواب هذا منطقي جدا يطلع معنا ايش؟ ماله سالب. فاحنا قلنا بكل بساطه اما بتاخذ القيمه المطلقه لهذا الشيء او بتقسم على الشحن السالبه، يعني بتقسم بتستخدم الشحن السالبه، فناخذ القيمه المطلقه بس. فبقول الدلتا في هنا كقيمه مطلقه عباره عن ك كيو في بي ناقص اي على اي في بي، بهالبساطه هاي، واضح؟ الان فرق الجهد، اسف، المواسعه بتساوي كيو على دلتا في، كيو خلوها زي ما هي، وهذا عبارة عن كي كيو بي ناقص اي تقسيم الاي في بي، تمام؟ تطلع هاي على البسط، والكيو بتروح مع الكيو، فبالصف المواسع تاعت المواسع الكروي عبارة عن اي في بي تقسيم كي في بي ناقص اي، هاي المواسع تاعت المواسع الكروي، لازم يطلع كمية موجبة، يعني إذا خربطت بالامتحان خذ القيمة المطلقة. كويس، هاي الكره الصغيره، هاي الكره الكبيره، هاي نصف قطرها A، هاي نصف قطرها B. على ايش بيعتمد؟ طلع على انصاف الاقطار وعلى المسافه ما بين الكرتين، مسافه بين الA والB، المسافه الفاضيه هاي كلياته، هذا الجيومتري كلياته، هذا ايش؟ عباره عن شكل هندسي، فمنطقي جدا الجواب تاعنا هاي المواسعه تاعت المواسع الكروي، واضح؟ طيب دكتور، ممكن تعطينا القيمه المطلقه على دلتا V؟ ايش سؤالك؟ ليش اخذنا القيمه المطلقه دلتا في؟ طلع احنا قلنا لما كنت في عندك صفيحه موجبه وهي الصفيحه السالبه، كويس؟ يعني نفهم من الحكي المواسعه ما تكونش قيمه سالبه، انا قلت من البدايه، ولا مالكم ما ركزتش مع بدايه المحاضره، قلنا انه المواسعه دائما كميه موجبه، فدائما لما نقول سي بنعرف، فبنقول هي موجبه كيو تقسيم دلتا في، وبنقصد بالدلتا في الجهد تاع الصفيحه الموجب ناقص الجهد تاع الصفيحه السالبه، عشان يطلع معنا دائما الجواب ايش ماله؟ موجب، فبطلع موجب تقسيم موجب، دائما المواسعه موجبه. بس قلت لكم اذا بتخربط وتحسب فرق الجهد خذ القيمه المطلقه وريح راسك، هالبساطه هاي، واضح؟ نحن هون قبل شوي سؤالنا ايش معنا الجواب سالب؟ كانت هاي الصفيحه الموجبه وهاي الصفيحه السالبه، هاي A وهاي بي، انا لو ما كملت مشيت من عند الاي لعند البي، انا مشيت من عند الموجبه هاي لعند الاصل العكس، بدي اجي من عند الصغير لعند الكبير، امشي بالعكس عشان امشي عكس خطوط المجال عشان تطلع معي فرق الجهد موجب. وصلت؟ بس عملتها بالعماد بالطريقه هاي عشان اورجيكم انه بطلع معك سالب، بالعماد عملتها، هسه بالسلندر كان راح اعمل لكم اياها بالطريقه العاديه، تفضل اسال. طيب ناخذ حاله خاصه بالقانون هذا، هاي الكره الصغيره وهاي الكبيرة، كويس؟ الآن إذا واحد أخذ بي بتروح للمالا نهاية أو بي أكبر بكثير من الـ A، واضح؟ أخذ البي كبير كثير
فبالقانون تاع المواساة أصلاً هو عبارة عن A في B تقسيم K B ناقص A، هذا بنطبق المناسب بس على المواسعات الكروية، تمام؟ هنا B ناقص A، ال B أكبر بكثير من ال A، بقدر أحمل ال A، بقدر أحمل ال A. فشي شو بصير؟ A في B تقسيم K في B، هاي ال A هون ما تقدر تهملها بالبسط لأنه يعني مضروبة ضرب، كنا بالضرب وبالقسمة لا تهمل الصغير، ما تقول مليون في صفر بيعطيك صفر، الصغير مهم بالضرب وبالقسمة، بالجمع وبالطرح بنهمل الصغير بس بالجمع وبالطرح. فهون بنختصر البي مع البي، فبالصف المواسعة عبارة عن إيش؟ A تقسيم K، هاي مواسعة شو؟ فعليا أنت عندك هاي الكرة الصغيرة وهاي وينها؟ تكون بعيد كثير، وين بتكون بعيد؟ يعني بالمالا نهاية. يعني فعليا أنت عندك صفة مواسع بتكون من كرة واحدة. احنا مش قلنا تعريف المواسعة او المواسع لازم يكون عبارة عن موصلين، صح؟ هذا الموصل الاول، وين الموصل الثاني؟ بالمالانهاية. وين الموصل الثاني؟ موجود بالمالانهاية. قداش مواسعته هذا المواسع؟ عبارة عن A تقسيم K، هالبساطة. هذا شو بنسميه؟ هاي بنسميها isolated charged سفير. هاي الايزوليتد تشارج سفير لها مواسعة، تصرف كأنها مواسعة على اساس هاي المعدن والمعدن الثاني او الموصل الثاني وين بكون؟ بالمالانهاية. واضح؟ طيب ناخذ اخر شكل هندسي للمواسعات اللي هو سلندريكال كابستر، هذا المطلوب منا طبعا. السلندريكال كابستر هذا رقمه بالكتاب 26.1. السلندريكال كاباستر المواسع الاسطواني بكون عبارة عن اسطوانتين جوا بعض، هذا ببساطة هذا هو المواسع الاسطواني، نصف قطر الاولى A نصف قطر الثاني مثلا B، كويس؟ بنفس الطريقة عشان نحسب المواسعة لازم نشحنهم، فبشحن الاولاني مثلا شحنات موجبة، الثاني بشحن شحنات سالبة، فهذا اتجاه ايش؟ خطوط المجال الكهربائي، كويس؟ عشان احسب المواسع لازم احسب فرق الجهد، فبقول فرق الجهد دلتا في سالب تكامل اي دوت دي اس بشكل عام، كويس؟ هون عشان يطلع معنا الجواب موجب مباشر، بدناش نجي المره اللي قبل شويه طلع معنا سالب وخلنا قيمه مطلقه، لازم امشي من عند الاي لعند البي ولا من عند البي لعند الاي عشان يطلع معي الجواب موجب؟ بي لعند الاي. من وين؟ بي من عند البي لعند، لما تمشي من عند البي لعند الاي بدك تمشي عكس خطوط المجال، بدك تمشي عكس خطوط المجال، كويس؟ ممتاز. فبقول هون بالحاله هاي بدي امشي من عند البي لعند الاي عشان يطلع معي الجواب موجب، واضح؟ يعني هذا شو فعليا بيطلع، هاي عباره عن ايش؟ هاي هتكون هاي في الاي ناقص في البي، هذا قاعد بحسب فيه فعليا، واضح؟ VLA جهد الصفيحة الموجبة أعلى من جهد الصفيحة السالبة عشان يطلع معي الجواب كلياته موجب. طيب عشان أكمل لازم أعرف شو قيمة المجال الكهربائي هون، تمام؟ تخيل حالك واقف فوق تطلع على الأسطوانة، شو راح أشوف الأسطوانة هاي الجوانية؟ إيش؟ يعني تشوفها خط يعني سلك، بتشوفها سلك. لما تكون عندك كرة تطلع عليها من بعيد بتشوفها نقطة، لو بكون في عندك اسطوانه لو كنت بتطلع على الاسطوانه من فوق بتشوفها نقطه كمان بشكل من فوق، احنا بنطلع من جنب عليها، بتطلع على هاي الاسطوانه شو بشوف؟ عباره عن سلك. شو بشوف الاسطوانه؟ سلك. هذا من قانون جاوس كله اخذناه زمان. كيف بدي احسب المجال الكهربائي للسلك؟ طلع كيف هذا السلك عليه شحنات مثلا موجبه توزيع شحنات لامدا، بروح برسم سطح جاوس بالطريقه الاتيه، هذا سطح جاوس، خطوط المجال هيك اتجاهها، في عندنا تدفق بس على المساحة الجانبية، نصف قطر الأسطواني هاي بنسميه R والارتفاع تاع الأسطواني بنسميه L، بطبق قانون جاوس فبقول تكامل المغلق لـ E دوت dA، هذا قانون جاوس بيساوي كمية الشحنات الجوات سطح جاوس، كويس؟
الآن هذا بيساوي حليناه زمان إيه في المساحة الجانبية، لو في عندنا تدفق بس على المساحة الجانبية للأسطوانة 2 باي آر في ال، هون ما في تدفق القاعدة هيك اتجاه المجال، هذا بيساوي كمية الشحنات اللي بالداخل. قداش كمية الشحنات اللي بالداخل؟ كمية الشحنات المحصورة على السلك هذا، هاي كمية الشحنات لكيو ال ان عبارة عن لمدا في ال، هاي خدناها زمان كمان. هون بتصير في عندي لمدا في ال تقسيم ابسلون زيرو، ال بتروح مع ال، بصفي عندي المجال الكهربائي عبارة عن لمدا تقسيم 2 باي ابسلون زيرو في ار. بدي اضرب البسط باثنين والمقام باثنين، شو هذا بصير كله على بعضه؟ 4 باي، فهذا بصير كيف؟ هذا عبارة عن ايش؟ 2 كي لمدا على ار، هذا المجال الكهربي، شو بطلع المجال كله على بعضه؟ 2 كي لمدا على ار، 2 كي لمدا على ار، هذا المجال اللي بنشأ عن سلك، بس السلك ايش لازم يكون طويل او ما لا نهائي. لذلك كنا بالعادي بالدرس هذا نفرض دائما ان طول المواس الاسطواني هاي اشمله كبير كثير، الي اشمله اكبر بكثير من الاي ومن البي، هاي بتكون ممطوطه مط طويله الاسطواني هاي، واضح طويله عشان يضبط معنا التقريب تاع قانون جاوس عشان يطلع معنا جواب دقيق كويس. اذا كانت قصيره بيطلع الجواب تقريبا بيطلعش صح 100%. تمام نكمل هنا، فبطلع عندنا دلتا في، ولما نكمل من عند ال البي لعند الاي قلنا صح، وهنا اي عبارة عن 2 كي لمدا على ار، وهنا دي ار مرة ثانية ورجوك اياها، وين الرسم بتاعتنا؟ لا قبلها هاي. نعمل بالاسود. هسه هذا اتجاه الار ببلش من المحور، هذا اتجاه الار، هاي جزء منه بنسميها دي ار، هذا دي ار دائما هيك اتجاهها بتاخذها، زي كيف قلنا الدي اكس اي هات، هاي ممكن تكون موجب ممكن تكون سالب، شو اللي بيحددها؟ الحدود تاعات التكامل، فهيك بنكتبها بشكل عام دائما، فبكتبها دي ار ار هات، ار هات بنقصد فيها بهذا الاتجاه، فالزاوية بينها وبين المجال قديش؟ صفر، وهون الدوت برودكت بيختلف، كوساين الصفر واحد. فنكمل، فبصفي عندي هون 2 كي لمدا وتكامل واحد على ار، واحد على سين، شو تكاملها؟ لن 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 ايش؟ لن الار بنعوض هون من عند البي لعند الاي صح؟ بالعكسناهم احنا، شو احنا حدود التكامل؟ اه في سالب التكامل اصلا هنا، تنسوش السالب تاع التكامل كويس؟ وهنا في سالب كويس؟ وهي حدود التكامل كويس؟ فاذا بدك السالب هذا بعكس لك حدود التكامل، فبصفي الجواب كله على بعضه 2 كي لمدا لن البي على الاي، هذا هو فرق الجهد. واضح؟ يعني فعليا شو بطلع معك؟ انا اشارت السالب، رح يطلع معك هيك جواب، سالب 2 كي لمدا لن الاي على بي. وهنا اشارت السالب شو بتعكس؟ الجوا لن، اشارت السالب هاي بتعكس جو بصير بي على اي. واضح؟ هذا الجواب النهائي. او بتعكس حدود التكامل من البدايه، اللي برايحك. لا ما هي السالب هي بتعكس يعني قانون الرياضيات. ركزوا معي، هاي السالب إما بتعكس في حدود التكامل من هنا بصير من A ل B، أو بتخلي السالب عندك هنا وبتعوض، بس تعوض السالب بتعكس لك الجوات اللي بريحك. على حالتين رح يطلع معك هذا الجواب النهائي 2 كي لمدا لن البي على A، والجواب يطلع معك موجب، البي أكبر من الA فلن هذا موجب. ليش؟ أنا مشينا صح المرة هاي، مشينا عكس خطوط المجال كويس؟ الآن الفكرة الأخيرة أو الخطوة الأخيرة عشان نحسب المواسع بنقول هاي عبارة عن Q على دلتا V، Q تقسيم 2 K لن ال B على A، وفي لمدا كان صح؟ 2 K لمدا، تأكد كتبنا صح؟ 2 K لمدا لن ال B صح؟ طيب الآن لمدا هي كيو على ال، كتبت الشحنات الطوليه، هاي الاسطوانه شحنها اسطوانه بس اعتبرناها كانها ايش؟ سلك، فكتبت الشحنات الطوليه الموجوده وين؟ على الاسطوانه. تمام دكتور، بس كانه نسيت السالب. لا ما نسيناهاش، صار ساعه بنسولف عن السالب، هيها قلت بنعكس بنحط اي على بي،
أو ركز معي، هاي السالب، شايف السالب هنا، هاي السالب خليتها زي ما هي السالب هنا وعوضت، فبطلع معك هنا الساي هون تكمل هنا، هاي هون تكملتها، فبطلع معك سالب 2 كي لمدة لن الـ A على B. هسا هاي السالب بتشقلب جوات اللين، فبصير معك هاي الجواب. تمام. طب تختفي السالب. تمام؟ طيب. الآن قلنا لمدة بتساوي Q على L، بعوضها فبصفي عندنا هون كله Q على 2 K Q على L في لن البي على ايه، تروح الكيو مع الكيو والال بتطلع على البسط، في المواسعة تاعت المواسع الاسطواني ال تقسيم 2 ك لن البي على ايه، هاي المواسعة تاعت المواسع الاسطواني، وزي ما انتم شايفين ايش مالها، بتعتمد بس على الشكل الهندسي، على ابعاد الهندسي، على طول الاسطوانة، على انصاف الاقطار ايه و بي، هاي المواسعة تاعت المواسع الاسطواني. احنا قلنا من البداية بالشكل عام المواسع الاسطواني ايش ماله، بناخذه طويل كويس، فهي كمية مفيدة، نحسب C لكل وحدة طول، C تقسيم L يساوي 1 على 2 K لن ال B على A. شو المقصود بالكمية هاي؟ Capacitance per unit length، المواسعة لكل وحدة طول، المواسعة لكل وحدة طول، كل واحد متر قديش مواسعته، وبتقص حسب المواسع اللي تفصل، بدي مواسع مواسعته مثلا 5 مايكرو فراد 10 مايكرو فراد، فبقدر أحسب الطول اللي بحتاجه عشان وين أقص المواسع الموجود عندي مثلا، كويس؟ هاي المواسعة لكل وحدة طول. واضح؟ حد عنده أي سؤال؟ تمام؟ طيب الدرس اللي بعديه 20، هذا درس بسيط جدا، هذا combination of capacitors، دمج المواسعات او توصيل المواسعات، ففي نوعان زي ما اخذت بالمدارس من توصيل المواسعات، نوع على التوالي ونوع على التوازي، نبلش باول نوع هو البارلل كومبينيشن، البارلل كومبينيشن، حدا بيعرف كيف بنوصل المواسعات على التوازي؟ اه، لانه كل ما يكون شيء بنفس السلك الموصولات كلها يكون في تفرع فيه، يكون الموجب مع الموجب والسالب مع السالب. كويس، تخيل في عندكم هاي البطاريه كلش كلهم سلك واحد، وهذا المواسع الاول وهذا المواسع الثاني، هاي التوصيل بنسميها توصيل على التوازي. هسه بقول لكم ليش بنسميها على التوازي، هذا المواسع الاول سي 1، هذا المواسع الثاني سي 2، كويس. طبعا بالمناسبه لما ارسم المواسع بالطريقه هاي، هذا لا يعني انه هذا بدل البليت كابستر، هذا اي نوع من انواع المواسعات كلهم برسمهم بنفس الطريقه، ممكن يكون سلندريكال ممكن يكون سفيريكال ما بيهمنيش، كلهم برسمهم بخطين متوازيه، البطارية برسمها خط طويل خط قصير، واضحة النقطة هاي؟ فهذا القطب الموجب للبطارية، هذا القطب السلبي للبطارية. لو قلنا هاي البطارية مثلا 12 فولت، فهذا جهدها صفر، هاي جهدها 12 فولت، هاي أسلاك التوصيل بنفترض أنها مثالية ما فيهاش مقاومات، فبالتالي ما بضيع لناش أي جهد، فبتلاقي راح تلاقي جهد النقطة هاي كمان 12 وجهد النقطة هاي كمان 12، لأن الموصولات كلياتهم إيش بنفس السلك، هاي النقطة جهدها صفر، فبالتالي هاي النقطة جهدها صفر وهاي النقطة جهدها صفر، قديش فرق الجهد حول المواسع الأول 12 فولت، حول المواسع الثاني كمان 12 فولت، اللي هو نفسه فرق الجهد حول البطارية، فبنقول هنا دلتا في للبطارية نفسه دلتا في 1 نفسه دلتا في 2، هذا اللي بيميز البارلل كومبينيشن، انه بكون عليهم نفس فرق الجهد. بالتوازي معناته ايش؟ عليهم نفس فرق الجهد، عليهم كلهم نفس فرق الجهد، كويس؟ يعني بعد ما شبكناهم بالبطارية، البطارية قلنا هذا القطب الموجب تاعها راح يجذب الكترونات من الصفيحة هاي ومن الصفيحة هاي، راح يترك وراهم ايش؟
شحنات موجبة هون راح تكون هون ايش شحنات سالبة، هذا الموصول بالقطب السالب للبطارية كويس، فراح يختزن عندي هون كمية شحنات مقدارها موجب Q1، هون راح يختزن موجب Q2، المواسع الأول بخزن Q1، المواسع الثاني بخزن Q2، تمام. كمية الشحنات المختزنة للمواسعين سواء لQ التوتال عبارة عن Q1 زائد Q2، هاي كمية الشحنات المكافئة للاثنين سواء، هاي الشحن المكافئة للمواسعين سواء Q1 زائد Q2، تمام. طب تعريف المواسع قبل شوي أخذنا بيساوي C Q على دلتا V، منه بنستنتج أنها Q بتساوي C في دلتا V، فنطبق هاي العلاقة للمواسع الأول، بقول Q1 بتساوي C1 في دلتا V1، المواسع الثاني Q2 بتساوي C2 في دلتا V2، مظبوط؟ لو بتطلعوا عن دلتا V1 نفسها دلتا V2، بنعوض محل Q1 من Q2 بالصيغة هاي، فبصفي عندي هنا C1 في دلتا V بس، ما في داعي تكتب لا واحد ولا اثنين، متساويات، زائد C2 في دلتا V. خذ الدلتا V كعامل مشترك، بصفي عندي C1 زائد C2 في دلتا V يساوي الـ Q التوتال، قسم على دلتا V، بصفي عندي الـ Q التوتال الشحن الكلية على فرق جهد البطارية عبارة عن C1 زائد C2. هاي الكمية بالأصفر شو نسميها؟ شو اسمها هاي الكمية بالأصفر؟ شو رأيكم؟ هاي هي المواسعة المكافئة، هاي بنسميها الإكوفالنت كاباسنس. ليش؟ شحنة على فرق الجهد، هاي بتتضمن الشحن الكلي، الشحن المكافئة للمواسعين سواء، وهذا فرق الجهد ما بين فرق الجهد البطارية، فرق الجهد الكلي، فرق الجهد تاع البطارية اللي بتشحن بالمواسعين سواء، كويس؟ فهي المواسعة المكافئة، هاي بنسميها إيش؟ C equivalent، هاي بنسميها، تمام؟ equivalent، نكتبها بشكل عام، نقول لو كان عندك إن شاء الله 100 مواسع موصولات بالطريقة هاي، قد ما يكون عددهم، أهم شيء يكون إيش؟ عليهم نفس فرق الجهد، عليهم إيش؟ نفس فرق الجهد، نفس فرق الجهد البطارية، فالسي الإكوافلنت هاي بتساوي سي واحد زائد سي اثنان زائد سي ثلاثة وهكذا، تجمعهم جمع جبري عادي، هاي المواسعة المكافئة. إيش المقصد بكلمة المواسعة المكافئة؟ أنه إذا بالرسمة اللي شفتوها قبل شوي، مش كان عندي هاي الرسمة عبارة عن هون مواسع وهون مواسع ثاني، هذا C1 وهذا C2، هاي بتكافئ الدائرة إن أجيب بطارية وأجيب مواسع واحد بس مواسعته قيمة C equivalent، يعني هاي دائرة نفسها دائرة، يعني شو معنى نفسها؟ لأنه هذا المواسع المكافئ بخزن شحنات قد المواسعين هذول سوا، هاي بيعطينا المواسع المكافئة للاثنين سوا، واضح؟ طيب نيجي للحالة الثانية بالتوصيل اللي بنسميها series combination. بسريش كومبينيشن هاي البطارية نوصلهم على التوالي بالطريقة هاي، هاي طريقة التوالي بنسميها، كويس؟ نقولنا قبل شوي جهد البطارية لو اعتبرنا عبارة عن 12 فولت، هاي صفر وهاي 12 فولت، هاي البطارية الاسلاك مثالي فهاي النقطة جهدها 12، هاي النقطة تمشي محلها هون، فهي ايش رح تكون جهدها؟ فرح يكون جهدها عبارة عن صفر، فشو بتلاحظ ال 12 فولت رح تتوزع على المواسعين، هذا المواسع الأول C1 هذا المواسع الثاني C2، 12 فولت راح تتجزأ، يعني دلتا V تداعية البطارية راح تساوي دلتا V1 زائد دلتا V2. تبعتوا شوفوا الفرق بالتفصيل حاليا، الرسمة اللي قبل شوي أخذناها أنه كانت فرق جهد البطارية نفسه على الأول نفسه على الثاني، الآن لا، فرق جهد البطارية يتوزع جزء منه على المواسع الأول جزء منه على المواسع الثاني، فدلتا V بتساوي دلتا V1 زائد دلتا V2، كويس؟ نجي بالنسبة للشحنات، كيف المواسع هذا بده ينشحن؟ بتلاقي هاي الصفيحة أصلا متعادلة تحتوي على إلكترونات حرة الحركة، راح ينجذب الإلكترونات نحو الصفيحة الموجبة تترك وراها إيش شحنات موجبة. خلينا نبسط المسألة، لنفرض قديش في عندنا 10 إلكترونات يتحركوا بهذا الاتجاه،
فراح تصير شحنتها قديش؟ موجب 10. وصلت؟ إذا 10 إلكترونات راحوا على القطب الموجب، هاي راح يصير شحنتها قديش؟ موجب 10. الموجب 10 هنا راح تجذبوا قديش على الصفيحة هاي؟ سالب 10. كويس؟ فهاي كانت مثلا موجب 10 راح تجذب سالب 10. السالب 10 من وين اجوا؟ اجوا من الصفيحة هاي، يعني جمعوا كلياتهم هنا، راح يتجمع عندنا على الصفيحة هاي قديش؟ موجب 10. هاي الموجب 10 هنا راح تجذبوا قديش؟ سالب 10. من وين بيجوا؟ من عند البطل، راح يتجمع عندنا هنا ايش؟ سالب كيو. الفكرة انه طريقة التوصيل هاي هنا، اذا 10 الكترونات تتحركوا بتكون لهم 10 موجب، بيجذبوا هنا 10 سالب، بالتالي كيو راح تكون متساوي للجميع، كيو هون سالب كيو، كيو سالب كيو، اجبالي. يعني كيو واحد المخزونة على الاول هي نفس كيو اثنين، ما في فرق بيناتهم، هاي الكيو نفس هاي الكيو. واضحة النقطة هاي؟ طيب نفتح صفحة جديدة، فقلنا هون دلتا في بتساوي دلتا في واحد زائد دلتا في اثنين. المواسعة بشكل عام بتساوي كيو على دلتا في. منو بستنتج انه دلتا في شو بتساوي؟ كيو على سي. ففرق الجهد حول المواسع الاول عبارة عن الشحن اللي عليه تقسيم سي واحد، فرق الجهد على المواسع الثاني عبارة عن الشحن اللي عليه على سي اثنين. هون ما في فرق، هاي كيو نفسها كيو، ولجأتكم قبل شوية ما بتفرق الشحنة على المواسع الأول عن الشحنة على المواسع الثانية، هاي نفس هاي. فمنعوض بالعلاقة الفوقانية هنا، بصفي عندي دلتا في بتساوي كيو واحد على سي واحد زائد واحد على السي اثنين، قسم على دلتا في، آسف قسم على كيو، بصفي عندي هنا دلتا في على كيو بيساوي واحد على سي واحد زائد واحد على سي اثنين. لأن هاي عبارة عن إيش هذا الإشي؟ معلش معلش، هذا عبارة عن إيش؟ مقلوب المواسعة. أي مواسعة؟ المواسعة المكافئة. المواسعة الكلية، ممتاز. هل هذا بطلع لك تقول هاي المواسعة المكافئة ولا لا؟ اطلعوا ركزوا معي، هذا فرق الجهد الكلي وفرق الجهد تاع البطارية، تمام؟ عشان أقول هذا كله على بعضه مقلوب المواسعة المكافئة، لازم تكون الشحنة هاي إيش مالها؟ الشحنة الكلية اللي اختزنت على الاثنين سوا، صح ولا لا؟ منطق ولا مش منطق؟ شو لازم تكون هاي كيو؟ الشحنة الكلية اللي اختزنت على الاثنين سوا. طب احنا شو عندنا فعلياً؟ عندنا رسم الآتي، هاي صفيحة وهاي صفيحة، هاي عليها موجب كيو، هاي السالب كيو، هاي موجب كيو، هاي السالب كيو. قديش الشحن الكلي اختزنت على المواسعين سوا الكيو التوتال قديش بتساوي فعليا؟ عندك مواسعين، قديش اختزن عليهم الاثنين سوا؟ شو الاثنين كل واحد كيو كمية، فبطلع كيو زائد كيو، منطق صح؟ شو رايكم؟ هذا عندك اعتراض؟ هذا الشحن متساوي. اه طيب اثنين كيو شو قاعدين؟ كيو زائد كيو احنا قاعدين. لا دكتور ليش زائد؟ شو حط ناقص؟ لا يساوي، لانه كيو توتال هي نفس شحنة كل مواسع فيهم. هسه انت عندك مواسعين صح؟ بدي الاثنين قديش اختزن عليهم سوا مع بعض؟ مش كل واحد خزن كيو؟ ليش ما تقول الشحنة اللي اختزنت على اثنين مع بعض التوتال على اثنين مع بعض كيو زائد كيو، بطلع لي ما بطلع ليش اقول بالطريقه هاي؟ شو رايكم؟ شو؟ لا دكتور ما بصير الشاي لو انهن توازي. هاي خطا، هاي خطا 100%. بس لو ايش خطا؟ بدي حد يفهم لي. لو توازي بتزبط. اه بس ليش ليش شو العبره؟ لو ايش هاي غلط؟ لو ايش هاي تخبيص؟ غلط. يعني بكل بساطة الكيو توتال عبارة عن ايش؟ الكيو بس، هذه الكيو توتال كيو بس واحد منهم، مش بتحط اثنين كيو. اقول لكم ليش، انت الان بدك تستفيد من الشحنات المخزونة على المواسع، شو بتعمل؟ بتروح بتجيب سلك بتوصلهم مع بعض. بروح اجيب سلك مثلا، نعمله بالازرق هذا السلك، وصلت سلك من هون لهون صح؟ عشان استفيد من الشحنات المخزونه، تمام؟ لما توصل سلك بالطريقه هاي، هاي الموجب كيو بتمشي بالسلك لعند السالب كيو بتعادلها،
خلصنا الشحنات المخزونات صح؟ قديش عبر من خلال السلك؟ بس موجب كيو واحدة صح؟ هذول اللي بالنص شو صار فيهم؟ بتعادلوا تلقائيا، بس اللي موجب كيو تيجي لهنا هاي بتعادل هاي، هم مربوطات مع بعض ملاحظين؟ هاي وهاي مربوطات بنفس السلك بتعادلوا تلقائيا، يعني هم قلتهم واحد، هذول مش مخزنات، هذول كذب، هذول مش مخزنات لك إشي، المخزنات فعليا هاي وهاي، ما تربط السلك بالطريقة هاي هيك مشيت شحنات، ففعليا الشحنات المخزونة هي عبارة عن كيو بس، هذول مش مخزنات، هذول كذب، هذول مؤقتات، بس تروح الشحنة هاي لهون بس تختفي وتختفي هاي برجعوا مع بعض من مربوطات بنفس السلك هذولا، وصلت؟ يعني فعليا إحنا بس مخزين كيو مش مخزين أكثر من كيو. هذا كل شيء مخزون عندنا. طيب فنرجع للصفحه اللي قبلها اللي هي هاي كانت، فقلنا هاي اه بطلعنا نقول هاي هي الكيو الكليه، فبالتالي هاي معكوس المقاومه معكوس المواسعه المكافئه، فشو بتساوي؟ واحد على سي ايكويفالنت. تمام، هاي نعمم، اذا كان عندنا كثيرات مثلا هاي واحد ورا واحد ان شاء الله 100 واحد، فالسي ايكويفالنت عباره عن ايش؟ اسف، واحد على السي الإكوفالنت، واحد على السي واحد زائد واحد على السي اثنين زائد واحد على السي ثلاث، وهكذا تجمعهم بالطريقة. تمام، حد عنده سؤال؟ أعطيكم مثال، خلاص في عندي بس مواسعين، هذا 5 وهذا 10 مايكرو فاراد، احسبوا لي السي إكويفالنت قديش؟ عندنا مواسعين ومواصلات على التوالي بالطريقة هاي، احسبوا لي المواسعة المكافئة ما بين A مثلا و B، نسمي بين نقطة A و B، كويس؟ نحسب الإكويفالنت كاباسيتنس، كيف نحسبهم؟ يلا نقول 1 على 5 زائد 1 على 10، واحد على السي إكويفالنت بيساوي واحد على 5 زائد واحد على 10. يعني دكتور بطلع جواب 50 على 15. بس لحظة شوي، هون يا إخوان المايكرو فارات فيش داعي تكتبه، إذا كلياتهم بالمايكرو فارات اجمع أرقام عادية بالأخير بتحط المايكرو فارات عليهم كلياتهم على الجواب النهائي بتحطه، واضح؟ فيش داعي كل شيء تحول المايكرو فارات خلص. فهون عشان تحسب لك توحد مقامات، توحيد المقامات بطلع عندك 3 على 10، حد عنده مشكلة؟ تمام، هاي وحدة المقامات، واحد على 5 زائد واحد على 10، كويس. الآن هاي في غلطة كثير طلاب بيغلطوها، لما بفكر هاي 3 على 10 هو الجواب النهائي، هذا غلط، مش الجواب النهائي. شو الجواب النهائي؟ نسي يقلب 3.3. أيوة، هاي كثير طلاب بنسوها، بخرب بيتهم، هاي بتخرب بيتكم. سي بتساوي 10 على 3، فبتساوي تقريبا قداش؟ 3.3 مايكرو فاراد، هذا الجواب النهائي، واضح؟ هيك تطلب بحسبوا بحد المقامات بنسى يعكسهم، بنسى ايش؟ يعكسهم. تمام، هاي اول نقطه. النقطه الثانيه، عشان تتاكد جوابك صح، بالعاده اذا كانوا مواصلات ان سيريز على التوالي، شنو على التوالي؟ عليهم كلياتهم نفس الكيو، هاي موجب كيو، هاي موجب كيو، ان سيريز، بكون المواسعه المكافئه اقل من اقل وحده فيهم. شو بتكون دائما؟ اقل من اقل وحده فيهم، في عندي 5 وفي عندي 10، قديش الجواب النهائي طلع؟ 3، منطق، لازم يكون أقل من أقل واحدة فيهم، إذا كانوا مواصلات على التوازي بكون أكبر من أكبر واحدة فيهم، أكبر من أكبر واحدة فيهم. نأخذ مثال ثاني بالأرقام، هذا رقم 3 بكتابك 26.3. دكتور سؤال سريع قلبك، أسأل، هل الخصائص اللي على المواسعات للصفيحتين ولو على نفس الأنواع ثانية من المواسعات تنطبق نفس الشيء؟ قوانين والشغلات كله كويس. سؤالك اخوان، احنا الدرس هسه كنا نرسم مواسعات بالطريقه هاي، كويس؟ هذول لا تفكرهم مواسعات بلد البلاد كبستر، المواسع ذو الصفائح المتوازيه، احنا اي مواسع شو ما كان نوعه هيك بنرسمه، هذا رمز للمواسع، شو ما كان نوع المواسع هيك بنرسمه، وصلت؟ فجمع المواسعات سواء كان اسطواني ولا كروي ولا غيريه كله بنطبق عليه نفس الكلام، كله بنطبق عليه نفس الكلام، وصلت؟ يعني هاي
رسمة المواسع شو ما كان نوعه، مش شرط يكون هذا يعني المواسع انه بلالي بليت كبستر، ممكن يكون اسطواني، ممكن يكون كروي، بس بالعادة هيك مرسوم المواسع. يعني لما تشوف هاي رسمة معناها في عندك هون ايش مواسع. وصلت؟ وصلت دكتور. تمام. هذا السؤال حطك نقطتين A و B، بدأ المواسع المكافئة بيناتهم، هاي النقطة A وهاي النقطة مثلاً B، فرسمته كالآتي. الأرقام كلها بالمايكرو فاراد، هاي 4 مايكرو فاراد، هاي 1، هاي 3، وهاي 6، وهاي 2، وهاي 8، كله بالمايكرو فاراد. المطلوب نحسب المواسعة المكافئة C equivalent، كويس؟ هاي 4، 1، 3، 6، 2، 8. الامتحان تاعكو طويل، جزء من تحدي وقت، فمعكم دقيقة طلعوا لي الجواب النهائي. يلا بسرعة، معكم دقيقة بدي أشوف الجواب النهائي. يلا شباب دقيقة حلوا لي إياه. فوق 1/8 تحت بدي لا لا حل حل حالك، بدي الأخير تعطوني الجواب النهائي. معكم خذوا دقيقة طلعوا لي الجواب النهائي بسرعة. يلا دكتور 6 صح؟ 6 دكتور؟ 6 ممتاز، 6 مايكرو فاراد، هذا الجواب النهائي، كويس؟ جزء من التحدي وقت، تعودوا تحلوا بسرعة الأسئلة، يعني حلوا أسئلة سنوات قد ما تقدروا عشان إيدكم تصير سريعة. طلعوا كيف نحلها. هذول الاثنين توازي، بتجمعوهم جمع، قديش مجموعهم؟ 4. التحتانيات هذول كمان توازي، قديش مجموعهم؟ 8. الآن هاي 8 وهاي 8، يعني 1/8، 1/8، 2/8، 2/8، مقلوبها 4، فبطلع قديش هذول كلياتهم سوا؟ عبارة عن 4، كويس؟ الفوقانيات هاي عبارة عن 4 و4، يعني 1/4 زائد، لأنهم توالي صاروا، 1/4 زائد 1/4، 2/4، 4/2 يعني 2، فبطلع مجموعهم كلياتهم الفوقانيات 2، فبالصف بدي أجمع بالأخير إيش؟ 2 مع 4، والمجموعهم ايش توازي، فبطلع الجواب 6، 6 مايكرو فاراد. حلوه شوي شوي بدل، اكد انك فاهمه ولقطت الجواب صح. وانا توازي بعدين توالي، توازي بعدين توالي، بعدين بالاخير كلياته مع بعض ايش بكون عندك؟ شو اسمهم؟ توازي. واضح الجواب انه 6 مايكرو فاراد. اعطيكم كمان مثال تدربوا عليه. هاي نقطة ايه؟ الارقام هذا 4 مايكرو فاراد كلهم بالمايكرو، هاي 7، هاي 5، وهاي 6. ارقام واضحة، هذا 4 7 5 6، بين السي إكوفلنت ما بين A و B. أعطيكم الجواب النهائي، السي إكوفلنت رح يطلع معاكم 12.9 مايكرو فاراد. هذا ضربوا عليه بالدار، اعملوا سكرين شات وحاولوا حلوه بالدار، تأكد بطلع معك الجواب النهائي 12.9.